فرحة العودة إلى الديار في بداية القرن بالنسبة لسكان قرية حيداس ببلدية بني بوسعيد تبقى مبطورة في ظل غياب مشاريع تنموية كفيلة بتيسير يومياتهم ومعيشتهم. القرية هذه قديمة، راها من قبل الاستقلال وهي كاينة هذه القرية هذه. التحيات هي عانت من الولاد تاع الاستعمار، عانت من الولاد تاع العشرية السوداء، وكيقول له ولات لها الناس، انهجرت منها ولات لها الناس، بصح حتى حاجة ما زادت فيها. الأرصفة لو تروتوار كانوا خارجين وما خدموش، غادي يجي مقاول غادي يجي مشات هكاك. الغاز اللي هضر عليه السيد كانوا يستناو غير المقاول، هو كاع ما دخلش البرنامج. الماء ما صالحش للشرب وما صالحش حتى للطياب، حاجة كديرها الطيب قاعد يمشي. مرافق كثيرة وضروريات يحرمون منها مما يهدد بهجرتهم نحو البلديات والقرى المجاورة. بزاف الناس اللي راه ترحل، بزاف ديال اللي رحلوا، واحد 6 ولا 7 رحلوا منا، ولا زدت كيما هكذا قاعد يهاجر. الخدمات ما كانش، ما كانش الغاز، ما كانش قاعد العلاج. الإمكانيات المحدودة لبلدية بني بوسعيد تقف عائقا أمام تجسيد عدة مشاريع، ولسان حالها يقول العين بصيرة واليد قصيرة. يخص قضية مشروع الغاز الذي تطالب به ساكنة قرية حيداس بلدية بني بوسعيد، قد تم تسجيله وكان عندنا وعود من مدير الطاقة والمناجم أنه سيكون مبرمج بإذن الرحمن في ضمن برنامج 2024. حيداس مثال حي عن تشبث السكان بالأرض وخدمتها، لكن غياب مقومات الحياة الكريمة يدفعهم نحو الاستسلام.